جاز عبد الرحمن بوحده البحر، ثم التقى بخادمه في الضفة الأخرى وأعد العدة وجمع أنصاره من بعض القبائل من موالي بني أمية وبعض القبائل المخالفة لعبد الرحمن أو يوسف بن عبد الرحمن الفهري والذي كان يحكم قرطبة، وكذلك بعض البربر، لكن الجيش لم يكن قويا مؤهلا لخوض الحرب، فرأى أن يحالف بعض القبائل اليمنية، لأن القبائل اليمنية وكانت مستقرة بإشبيلية وكان على رأسهم القائد المعروف أبو الصباح يحسبي، تحالف معه وأقنعه أن يقاتل في جانبه ضد يوسف بن عبد الرحمن الفهري. في سنة 138 سيحصل الصدام وستكون أول معركة بين عبد الرحمن بن معاوية وبين جيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وقتها يوسف كان في الشمال، كانت هناك ثورات كحال الأندلس، وقد ذكرت أن الأندلس كانت كلها ثورات وكانت على وشك السقوط. ما إن رجع يوسف أولا راسله عبد الرحمن، قال له سلمي الأمر وأجعلك من أتباعي ومن قادة جيوشي، لكنه رفض لأن عبد الرحمن كان مؤهلا للخلافة، هو من أبناء الملوك ومن أحفاد الخلفاء، فجده هو الخليفة هشام، لكنه رفض يوسف. فكانت المعركة، نعلم أن إذا اقتتل المسلم أنه قتال المسلم مع المسلم شيء ترفضه الشريعة، ولكنها الضرورة من أجل استتاب الأمن في الأندلس. حصلت معركة عرفت بالتاريخ بموقعة المسارة بين جيش معاوية أو عبد الرحمن بن معاوية وجيش يوسف بن عبد الرحمن الفهري حاكم قرطبة، والذي استقل بالأندلس عن المشرق. قتل الكثير واشتد الوطيس وحمي، وكانت النهاية انتصارا لعبد الرحمن على يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وسبحان الله، رغم انتصار عبد الرحمن لكنه لم يقتل الأسرى ولم يتبع الفارين، بالعكس، لأنه كان يعتبرهم ذخرا للمسلمين في المستقبل، لم يقتلهم ولم يصفهم بل تركهم. وهذا يدلنا على أمور كثيرة جدا. أولا، أنه أدرك حقيقة العداوة، كان يعلم أن العدو الحقيقي هم الذين في الشمال، هم نصارى الشمال، هؤلاء هم العدو الحقيقي، أما إخواننا هؤلاء الذين حاولوا قتلهم منذ ساعات إنما هذا بغي. والمسلم قد يحصل بينه وبين أخيه قتال، ولكن في آخر المطاف لا بد أن يتصالحا، لأن العدو الحقيقي هو الذي يتربص في الشمال. فكان يفهم حقيقة العدو، فالعدو المتربص في ليون هو الذي ينبغي أن نستعد له. كذلك في عمر 25 سنة، لأن عبد الرحمن دخل الأندلس وعمره 25 سنة، كان فقيها، كان يدرك أنه جاز له القتال في هذه الحالة من أجل توحيد الأندلس، وفي نفس الوقت لم يسمح لنفسه أن يقتل الفارين والأسرى ولا أن يأخذ منهم الغنائم، لأن حكمهم حكم البغاة. بعد هذه المعركة قام عبد الرحمن الداخل بتوطيد الأندلس والقضاء على الثورات. قامت في عهده الكثير من الثورات، حوالي 25 ثورة استطاع بفضل الله عز وجل أن يقمعها وأن يخمدها. ومن الثورات التي قام ضده ثورة بعض أتباع بني العباس، وهو العلاء بن المغيث الحضرمي، كان مدعوما من العباسيين وكانوا يريدون أن يقلبوا الأمر على عبد الرحمن، لكنه استطاع أن يقمع ويخمد هذه الثورة وأن يقتل العلاء بن المغيث الحضرمي. لما علم أبو جعفر المنصور وهو الخليفة العباسي بالمشرق بمقتل العلاء، قال لقد قتلنا هذا البائس، لأنه عبد الرحمن كان رجلا ذكيا. وقال أبو جعفر الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. وكان أبو جعفر المنصور متأثرا بشخصية عبد الرحمن، حتى أنه هو الذي سماه بصقر قريش كما تعلمون. لما سأل بعض جلاسه أتدرون من هو صقر قريش؟ قالوا أنت صقر قريش، نفاقا وتزلقا. فقال لا، فعدوا له أسماء الكثير من الملوك الخلفاء، إلى أن ذكروا معاوية رضي الله عنه وعبد الملك بن مروان، فقالوا لا، قال ليس هؤلاء هم صقر قريش،
صقر قريش هو عبد الرحمن الداخل. هذا الرجل دخل منفردا وحيدا الأندلس، مستصحبا رأيه، معتمدا على ذكائه، فدخل بلدا أعجميا فجند الأجناد ونصر الأنصار وأعاد ملكا بعد أن سقط بالمشرق، مستصحبا ذكاءه ورأيه. هذا الرجل هو الذي يستحق أن يكون صقر قريش، وبالفعل كان رجلا ذا شخصية عظيمة، وكان رجلا يعني بنى الأندلس ووحدها بعد أن كادت أن تسقط، كما ذكرت لكم أن المؤرخين قد أجمعوا أنها على وشك السقوط. نكتفي بهذا القدر، ونتكلم إن شاء الله في المقطع المقبل عن بعض مظاهر بناء عبد الرحمن الداخل للأندلس، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.